بقول هبع. تطبيق المنهج الاشتراكي بيتطلب أولاً إقامة العدل بكافة أشكاله، وخصوصاً طبعاً العدل الاجتماعي. والعدل الاجتماعي بينطلق أول ما ينطلق من إحساس الإنسان بذاته، ها؟ وتحكمه في مفردات حياته وتدبير أموره دون التعرض إلى أي سيطرة فكر خارجي ومتخلف من شأنه أن يؤثر تأثير سلبي على مفردات المنهج الاشتراكي. معايا؟ معاك. اللي بيهدف في مجمله إلى فرض حالة من المساواة والمشاركة، ويدعو إلى العمل من أجل الصالح العام وليس من أجل المنافع الشخصية المحدودة اللي بتترك آثارها السيئة في المجتمع لسنوات وسنوات واحتمال كبير لا تزول. المجتمع المصري بيقع تحت وكأة استبداد فكري واستبداد اجتماعي، ويدعو إلى التمرد، بل إنه يدعو إلى ثورة شاملة. عادل بيه، ايه يا ابو حميد واقف ليه؟ ما تيجي تقعد. معلش يا استاذ، عندي في حاجه. ما تقول يا احمد. ما ينفعش، اصل حاجه سر. خير؟ عايز 5 جنيه. 5 جنيه مره واحده؟ معلش، ما دفعتش الايجار، والراجل صاحب البيت عايز يطردني ويرمي العفش بتاعي في الشارع. ايوه بس انت بتستلف وما بتسددش. وفيه يا صاحبي المليانه كوب على الفاضي، انت راجل اشتراك حقيقي، انت شعارك افعال لاقوال. اه صح، افعال لاقوال. خلاص اعتبر 5 جنيه في جيبك، بس القعدة دي تنفض. ماشي، انت اشتراكي اصيل ويا ساري حقيقي. روح يا شيخ، ربنا كتر من امثالك. بقول لك ايه بقى، خلينا في المفيد. في حوار طلع كده وانت بتكلم احمد انك عزمنا على الغدا، الكلام ده بجد ولا اشاعه بقى؟ الاشتراكيه يا جماعه هي الحل الامثل لكافه مشاكل البشريه، بس بشرط سلامه التطبيق. من المفاهيم الخاطئة عند العامة وكتير جدا من الخاصة ان الاشتراكية عايزة تجوع الناس، عايزة تخلي اللي فوق تحت. على العكس تماما، الاشتراكية عايزة تخلي اللي تحت فوق وتخلي اللي فوق فوق زي ما هم. وكمان الاشتراكية من غير لف ودوران كده ومن غير ما نعقد الامور، من شأنها تخلي اللي طول عمرهم ما كانوا كباب وكفتة ياكلوا كباب وكفتة. ايه يا عادل مالك ساكت ليه؟ بس لو الموضوع كله مجرد دردشة على الاكل هنفضل بلاش منها، لان يعني الحكاية مش كده خالص. يا راجل ده شوية مرح من تأثير صوابع الطرب والبهاريزي اللي فيه. على فكرة بقى يا جماعة، الاشتراكية زعلانة مننا كلنا. ليه بقى الاشتراكية زعلانة مننا كلنا؟ عشان قاعدين نقطع في فروتها ليل ونهار. اشتراكية ايه يا هاد انت وهو اللي بتتكلموا عنها؟ بتوع الاشتراكية الحقيقيين اللي بدعوها، الواحد منهم لو كان ربنا أكرمه بصباع كفتة زي اللي قدامكم قبل ما ياكله كان يعمل له احتفال. الاكل اللي قدامكم ده من بقايا العهد البائد. كل امبريالي. قلت ايه يالا؟ امبريالي. ادفع الحساب بتاعكم كله والبقشيش كمان لو حد فيكم عارف يقول لي يعني ايه امبريالي. على العموم الأيام حكاية، وكله جاي وكلنا هنتفرج. وبقى ايه؟ افتكرونا. المعلومات دي اكيد يا فوزي. يا فندم انا سامع ودني وحضرتك مجربني. طيب كتر خيرك. يعني استاذن؟ لو مش عاوز حاجه مع السلامه. اسلم على ساعتك. ومال؟ مع السلامه. Thank you.
ايوه يا صلاح. الموضوع يا فندم بتاع الولد اللي اسمه عادل حمزاوي. التحريات وصلت لغايه فين؟ ده يا فندم موضوع في شنك من اوله لاخره. حكايه بسيطه وخايبه. الولد لا طلع لا شيوعي ولا اشتراكي ولا يساري ولا اي حاجه. امال طلع ايه؟ ده ابويا يا فندم من كبار الاسرياء في الارياف وهو ابن الوحيد. كل ما في الامر يا فندم ان في بنت زميلته عجبته. البنت دي بقى يساريه بحق وحقيقي. البنت قالت له انت برجواز صغير. قال لها انا اشتراك اكتر منك. وقعد يلم في مصطلحاته ويرددها وجمع حواليه شله قعد يخطف فيهم. كل ده يا فندم عشان يعجب البنت. وعجبها؟ جدا يا فندم. جدا. بقوا سمنة على عسل. بتقول ايه؟ سمنة على عسل يا فندم. عسل قوي. حتى لو كانت الحكاية كده فانت عارف ان اول الرأس حنجلة وياما حاجات كتير طلعت لنا وهي في الاصل كانت لعبة. واكيد الناس اللي بيسمعوا المصطلحات بتاعته بيرددوها. الولد ده عايز شدة ودن عشان ما يرجعش الحاجات دي تاني. انت فاهمني؟ أمرك يا فندم. دولا هي الساعة كام دلوقتي؟ 8. يا خبر ده أنا اتأخرت قوي. هقول لبابي إيه دلوقتي؟ قولي له كنت في ندوة. يا شيخ وهيب بقى. بالك يا دولا لو كل الندوات تبقى بالطريقة دي مؤكد الثقافة بتاعتنا هتكون أكتر عمقا وأصالة. مساء الخير. مساء النور. ازاي سيادتك؟ الحمد لله. مفيش اتفضل. انت مين وعايز ايه؟ انا معرفكش. لكن انا اعرفك كويس. انا ضابط شرطه. كمان امن دوله؟ امن دوله، اداب، مخدرات. اهو كله شغل. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ لا لا مفيش داعي تتعب نفسك. انا جاي لك في كلمتين وماشي بسرعه. اظن الشقة دي لحتها واحدة ست؟ ممكن أي واحدة من زميلاتي تيجي عشان تذاكر معايا، ولكن كله في حدود الزمان. عادي عادي. عادي جدا. ممكن تنادي على الزميلة اللي في أوضة النوم؟ رسالة وصلت. لازم تقراها. قريتها. والله العظيم قريتها. لا. صدقني. ما تخليكوا في اللي أنتوا فيه يا أخي. لزوموا إيه الكلام الفاضي واللت والعك. أنا ما أسمحلكش. لا تسمح لي ولا أسمح لك. لا تسمح لي ولا اسمح لك. الاخت المناضله وانت نشاطكم مسجل خطوه بخطوه. وممكن نتعبكم قوي. لكن طول ما انت كويس انتوا من سكه واحنا من سكه. وانت عارف احنا لما بنوعد ما بنخلفش. عارف. استاذ. نحب نشوفك تاني. الكلام ده من قلبك؟ اصلك لو شفتني تاني هتشوف بني ادم تاني خالص. جايز ما تعرفنيش. عندنا اول زياره غير التانيه. ايه عادي في ايه؟ معلش يا حبيبتي الحركة الاشتراكية بتمر بضغوط اليومين دول. يا سلام. مستنية حد يعين عليكي؟ ايه؟ طب مش تقولي حد ينكسر في طلب المساعدة؟ أيوة.
مرات مين باقى في البلد؟ يوه سلامة الناظر وحياة ربينا، لولا ان انت لسه غريبة عن البلد انا كنت زعلت منك. لا لا سمح الله، وانا غلطت في حاجة؟ بقى مش عارف تفرق بين بيت البنوت والست المتجوزة. سامحيني أني ما كنتش أعرف. واسمك إيه بقى؟ فاطمة. بنت مين في البلد يا فاطمة؟ أبويا مات. الله يرحمه. أخويا ضاحي، أنت عارف؟ صاحبي كمان. وهو بيحبك قوي. إيه رأيك بقى إني عارف عنك كل حاجة؟ وإن عيني عليك من أول ما شفتك. ولما هي الحكاية كده، لزومه أهدى كله. أهو برضه ربنا خلق الكلام عشان يدرب الناس من بعض. وجايز يبعدهم؟ لا، كلام الحبايب دايماً بيجرب. على كده. وانت بقى دايما بتملي البره من هنا؟ ايوه. نفس الميعاد؟ لا مش في نفس الميعاد. امال امتى؟ من غير مواعيد. اهي كل ما الجره تفدي اجي املاها، ويا عالم بقى هتفضى امتى؟ مالك تايه كده ليه؟ ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه هنا؟ لا لا ولا حاجه، يعني واحده كانت واقفه وعايزه مساعده وانا كنت معدي فقلت اساعدها. تعيش وتساعد يا اخويا. هو فيها ايه؟ دي غلط يا امنا. بس هو انا جايباك عشان تحب وتعشق؟ مش كفايه اختك ناديه؟ مالها اختي؟ بتحب. عارف بتحب مين؟ عادل ابن حمزاوي. مفيش في الدنيا نصيب اكبر من دي. مين اللي قال الكلام ده يا امنا؟ اني لما اقول لك كده تعرف على طول ان كلامي صح. بسيطه ليك عليا، خليها تكرهه قد ما بتحبه الف مره. نادي امرها سهل، حبت عادل وهي ما تعرفش ابوها عمل ايه في اهلها. الدور والباقي عليك انت. انا؟ ايوه انت. اسمع يا ابني، أني عارفة أنك بني آدم ومن حقك تحب وتعشق وتعيش الدنيا اللي خلقها ليك ربنا، لكن مش دلوقت. أمال إمتى يا أمنا؟ لما تسد الدنيا اللي عليك. انسى أنك بني آدم خالص، لحد أرضك ومالك وشرفك ما يرجعولك. كويس إن أنت لسه فاكرة إن أنا بني آدم. عارفة، لكن طول ما حمزاوي عايش أني عاوزك وحش كاسر. أمنا صحيح أنت مش أمي، لكن أنت أمي برضو. أنت أقرب الناس ليا. أنا أصلا لما شفت البنت دي حسيت كده، حسيت برعشة كده، زي ما أكون نمت بعد يوم شقى طويل. ده الحب خطر عليك. الحب بيخلي القلوب ضعيفة ورهيفة، وأنت عايز قلب حجر عشان تعرف تواجه حمزاوي. اسمع واد، انت لو كنت عايز تمشي في سكه الحب والغرام مع السلامه. قصدك ايه؟ ارحل من هنا. اني يا حرمه باذن الله قادره اسد الدين وعليه العوض في الايام اللي فاتت. ما تروقي وتوحدي الله يا امنه. هو حصل ايه يعني لما قال برق البنت؟ يعني الدنيا خربت؟ ايوه خربت، وزعك فيها البوم كمان. خلاص ليك عليا، اعمل اللي انت عايزاه وزياده شويه. عارف ازاي تطلع حب عادل من قلب نادي؟ ايوه عارف. هكلمها. ايه يا امنا؟ هكلمها واقول لها ان ده عيب. حب عادل مكلبش في قلب نادي، مش هيطلع منه لا بكلام ولا بضرب ولا باذيه حتى. مفيش غير حل واحد. اللي هو ايه؟ يموت عادل، يموت حبها. Thank you.
والله أسوأ فرقة العشاق، والله أسوأ فرقة العشاق، والله أصعب حاجة موت الحب، والله أسوأ فرقة العشاق، والله أصعب حاجة موت الحب. صحيح. والله يا أمنى القلب كان مشتاق ليكي، والله يا أمنى القلب كان مشتاق ليكي، لكن قولك ده قفل القلب. أمنى هتقتل الحب كيف؟ الطاق خلاص بقى كيف؟ أمنى هتقتل الحب كيف؟ الطاق خلاص بقى كيف؟ قولوا حتى نتلى الحب هو الحب، يدخل النور من بباب القلب، حتى نتلى الحب هو الحب، يدخل النور من بباب القلب. قول أيوة غريب العشق بين قاتل وبين مقتول، ايوه ايوه صعيبة السكة علي في قلبه شالها حمول، ايوه غريب العشق بين قاتل وبين مقتول، ايوه صعيبة السكة علي في قلبه شالها حمول، أيوة نرد الحق لأصحابه مهما دفعنا يا ناس وضحينا، أرجوك سيب الحب لأصحابه وما تقتليش أجمل حاجات فينا. أمنا أرجوك سيبي الحب لأصحابه وما تقتليش أجمل حاجة فينا. أمنا مستحمل النار دي كيف؟ الطار خلاص بقى كيف؟ أمنا مستحمل النار دي كيف؟ الطار خلاص بقى كيف؟ قولوا حتى نتلى الحب يفضل حب، يدخل النور من بباب القلب، حتى نتلى الحب يفضل حب، يدخل النور من بباب القلب، حتى نتلى الحب يفضل حب، يدخل النور من بباب القلب، حتى نتلى الحب يفضل حب، يدخل النور من بباب القلب، حتى نتلى الحب يفضل حب، يدخل النور من بباب اختي غريب. لا مؤاخذة يعني يا أهلا وسهلا. أمال ضحي فين؟ سارح في الغطاء ينقي حبة ملوخية خضرة من اللي طلع اشتغلي عشان نطبخهم للعيال. ده برضو أكتر ملوخية يعني كنت عايزه في حاجة مهمة. هو مش هيعوض، اقعد استناه، افرش لك فرشه واعمل لك كوبايه شاي. لا انا مش عايز حد يشوفني. خلاص افرش لك جوه العشه، بس يعني اخاف. اخاف من ايه؟ اخاف للناس تقول علينا كلام، حاكم مرات اخويا هي كمان مش موجوده. إيه راحت تجيب ملوخيه هي كمان؟ لا راحت وابوي التحيه تطحن كلمه قمح وكلتين دول. طيب يا فاطمة أنا مش هينفع أقعد معاك يعني وأنت لوحدك
وعشان يعني لما يجي ضاحي قولي له ان غريب عايزه في حاجه مهمه وضروري ومستعجله. اهو ضاحي وصل اهو. ضاحي اسمع، انا عايزك تسرق تاني. يا غريب مفيش حاجه، هتاخد راجل ولا اتنين معاك وتروحوا تحملوا كل الجمح والذره اللي تقدروا عليه. اني كده متوغوش، واني لازم اعرف راسي من رجلي. تعرف كل حاجه في وقتها. اسمع يا ضاحي، انا لا يمكن اغدر بيك لان الفضل مش مطابق. اللي بتعملوه ده مش سرق، اللي بتعملوه ده حقكم، واني سبق وقلت لك الكلام ده قبل كده. بعد صلاة العشاء بساعتين هتاخد الرجالة وتروح المخزن، وأنا هكون مأمن كل حاجة. السلام عليكم. التعميرة دي اكسرة، خدتها من واحد مخبر صاحبي في المركز. شد بقى وقول لي رأيك فيها ايه. جوازت البت من سنشأت بتاعك ده باظت، هنعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه يا اخويا؟ امسك نفسك شوية، ما انت عندك حلالك، الست الكاملة ومعاد البيت. ده رأيك ايه يا عمدي؟ عاوز ضيع النفس من دماغي؟ ايه؟ بطل السيرة دي. طب مدام رأيك فيها كده يا حمزاوي، اتجوزتها ليه من الأصل؟ ساعتها كانت ورثة ورثة سوجة 30 فدان في وسطهم وبور مية. يوميها بقى شفتها في عيني ست الحسن والجمال. يا سلام، يا واخد الجرد على ماله. انا رايك ايه يا عمده؟ ما تنساش انها مراتي برضه، امسك لسانك. بس الحلو ما بيكملش. ايوه يا اخويا، ما انت واخد حقك تالت ومتلت، يوم والتاني والتالت تطب على مصر وتلاقيك بقى شايف نفسك. ايوه شايف نفسي، ما انا لو ما عملتش كده اطج اموت. ما انت مجرب يا عمدي. اني ده كان زمان. التعبيره بتاعتك دي باين عليها سكه مضروبه. أصول نتأخر عليه، مع عزرائيل برضك ملاك، وعيب إن حد يتأخر على ملاك الموت. أبي جابر، افتح يا أبي جابر. طيب
طيب حصل ايه يا ولد؟ ظبطت ظبطية كبيرة كبيرة قوي. طب وطي حسك شوية. مصيبة يا عم جابر، مصيبة. حمزاوي اتسرق. وزعلان قوي عليه. إله الحرامية يسرقوا الهدمة اللي على جدته. اللي سرق السريقة دي مش حرامية يا عم جابر. الولا ضاحي والولا سند والولا سعفان أنا شايفهم شايلين شولة يا غلة يا دوري من المخزن بتاع حمزاوي. طب اوعى تنطق بكلمة خلاص خالص. إيه حاضر. بس يعني أنا عايز أقول إن أكيد اللي ساعدهم على السريقة دي الولا غريب. وكمان عايز تورط الجدع اللي لسه بيقول يا هادي. لكن كل شيء جايز. طب لو كل شيء جايز يبقى عمل كده ليه يا عم جابر؟ يمكن عايز يكسب ودهم، ولا يمكن صعبوا عليه، او يمكن يعني هيقسم معاهم هم النص وهو النص. يجوز. انما السرقه دي حصلت امتى يال؟ دلوقتي. زمان كل واحد فيهم روح داره ومع الزكاي. وانت شفت غريب؟ لا. طب يلا جو جو معسس عليه. طيب. ولا اقول لك خدني معاك، احنا ورانا ايه في الحركه بركه. ايوه قدامي. قدامك ايه دي؟ اربع زكاه مره واحده؟ الحكايه دي اول مره تحصل. اقول لك على حاجه يا صدرغام، انا عارف مين اللي عمل العمله دي. عارف وساكت؟ كلام ملوش لزوم، اصل اجل وجرب. قصدك يعني الواد ضاحي؟ مفيش غيره. طب تعالى معايا نطربك العشة بتاعته فوق دماغه ونرجع الغلة المسروقة قبل ما حمزاو به ياخد خبر. لا لا، الغلة المسروقة مش هتلاقيها ولا في عشته ولا في أي دار تانية. مفيش حرام أهبل بيتاوي اللي سرقه في داره. قصدك يعني يكون خباها فين؟ في أي حتة مهجورة عشان يبعد الشبهة عنه. خرابه ولا في جبانه ولا يمكن في الساقية القديمة. أيوه أيوه أيوه، عندك حاجة غريب. شمس بكرة مش ممكن تطلع إلا اللي اتسرق ما لازم يرجع، وكل حاجة ترجع مطرحها. إحنا هنفتش كل حتة في البلد وحساب ضاحي غريب. تعال معاي. مجابر يال، انت عارف مين اللي عدى علينا دلوقتي؟ مين؟ الولا غريب ومعاه درغام، ودرغام شايل الرشاش بتاعه. رايحين يم الدار حد من الرجاله؟ لا، دول قاصدين الغيطان، او يمكن قاصدين الجباني. جباني وراهم يا هلا. عمي جابر، يعني عركه تقوم عيار يصيبنا كده ولا كده، وبعد كده الجبانه دي مليانه عفاريت. يا بوش واشي ما تخافش، جمد قلبك امال. خلينا في حالنا يا عمي جابر. حالني؟ عارف الناس اللي في حالهم دول دايما خسرانين مهما طالت بيهم الايام. عمي جابر، اني اصلي تعبان. لا اني خايف بصراحه يا عمي جابر. يا هلا، طلعت رخام وغريب دي وراها حاجة ولازم نعرفها. انت هتعمل لي فيها مأمور المركز يا عمي جابر؟ احنا مالنا؟ مش مأمور المركز، انا مأمور البلد دي وراهم، بس من غير ما يحسوا بينا. يا فيش قدامنا الا الساقية القديمة. قلبي حاسس انها هتكون اخر المطاف. اخر المطاف، اول المطاف، اللي لاقي حتما اللي اتسرق يرجع مطرحه باذن الله. بقول لك ايه، دور انت اليمات وانا هدور اليمه ديك. بيك يا درغام، يا الف مرح. انا مستنياك من بدري، مش من اول الليل. لا، انا مستنياك بقالي 20 سنه. غريبي هالدار،
من ده؟ من ده؟ أني واحدة طالعة من قبر، طالعة عشان أصفي حسابي معاك. أنت أمنة؟ يعني عرفتها يا درغام؟ 20 ثانية وأنا بعد الأيام والساعات والليالي يا قاتل. سمعت حاجة يا ولا؟ أبدا أبدا. إزاي؟ أنا زي ما أكون سمعت صرخة. يا عم جابر أنا مش هطرش، أبوس إيدك يلا بينا. تعال هنا، الصرخة جاية من ناحية السجية القديمة. أظن بقى هتقول لي بينا على هناك. أيوه. لا يا عم جابر، أنا مش هاخده معاك ولا خطوة كمان أبدا. كفاية جو إن أنا جيت معاك لحد الجبان، دي الدنيا كحل وأنا الرعب هيزلزل قلبي. يا ولا خليك راجل ولو مرة واحدة في حياتك. تلاتة بالله العظيم ما أخده معاك ولا خطوة. جا الراجل جاه. لا ده أنا عيل. إيه وادي قاعدي يا عم جابر؟ ده ربنا قال في كتابه العزيز ما ترموش نفسكوا في التهلكة، والساقية القديمة دي هي اللي هي التهلكة بذاتها. لا لا. عارف من ده يا درغام؟ ده ياسين، ياسين ابن محمد الطيب. هربت بيه وكبرته وربيته عشان ياخد بطاره من حمزاوي، لكن انت بقى من نصيب انا. هتقول ايه؟ انت تسكت خالص، انت تسمع وبس. ياسين هات الزكبه اللي هناك دي. مفيش ظلم بيدوم يا درغام، من قتل يقتل ولو بعد حين. وانت قتلت ابني ضناي اللي كان حيلتي من الدنيا، دوست عليه برجلك يا مفتري بعد ما حركت دار محمد الطيب، ما طقتش اشوف شكله بعد ما فرمته برجلك يا غازي القلب، سبته للنار تحرقه. ياسين ياسين جاهز يا عم، حطه في الشوار. اقتل خالص، اقتل. كيف ليه؟ بس أنا أطمن عليك يا عم. أطمن أني عمري ما كنت مرتاحة قد الساعة دي. وأنت كان لك ابني يا عم،
أني خدت حقي. طرق الباقي عليك أنت يا ابن محمد الطيب، تاخد حقك. خدت حقك دم يا أنا. أنت حقك أرض مال وشرف وعرض. شلتك تجيل هتكوي يا ابن محمد. وأني كمان ايوه في حد جاي علينا. نفر واحد. ايوه جاي لوحده. طب نادي عليه شوفه درهم ولا غريب. ده غريب يا عم جابي، اساله عن درهم. لا 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 ما تسالوش، يبقى درهم مش هيرجع. انت بتقول ايه؟ يظهر والله أعلم إن درغام اتقتل. وده مين يقدر يقتله يا عم جابر؟ غريب. أنا قلت الجدع دي جاي بلدنا علشان حاجة، ومش بعيد نصبح الصبح نلاقيه فص ملح وداب. بس أنا خايف. واني كمان خايف. لكن أنت خايف من إيه يا عم جابر؟ لو غريب قتل درغام يبقى قتلوا لحساب مين؟ مصيبة ليكون لحساب حمزاوي. حاكم دول زي الديابة ياكلوا في بعض. ولو حمزاوي يبقى مش بعيد غريب يبقى درغام الجديد. طب انت مش بتقول ان الصبح هيطلع مش هنلاقيه؟ على حسب يا ابني، ما هي الحكاية لسه ما كملتش عشان تبان. طب استنى. مين هنا؟ انا غريب ابو الشواش. اسمع يا غريب، احنا كنا وراكوا خطوه بخطوه وشفنا اللي حصل كله. شفت ايه بس يا عم جابر؟ ما كانش ليك حق يعني تتعب نفسك. ماني كنت هحكي لك على كل حاجه. تقدر تقول لي انت عملت كده ليه؟ ماني كان لازم اعمل كده يا عم جابر. فيها ايه يعني لما قلت للرجاله يعني ياخدوا كم سكيبة غلة؟ ما انت عارف احوالهم اكتر مني. اني ما اقصدش الموضوع ده. امال قصدك ايه؟ قصده موضوعك انت ودرغام يا غريب. اخرس يا ولا ابو شواش. حاضر. انا ما فيش مواضيع بيني وبين درغام. هو مش كان معاك في الخروجة دي؟ ولا شفت. بقول لك يا ولا، احنا شايفينك بعينينا دول وانت ماشي معاك كده سوا ساوي. قلت لك يا ولا اخلص خالص. حاضر. اللي كان معايا ما كانش درغام. امال مين اللي كان معاك؟ عابر سبيل كان تايه، فكنت بوصله للسكة الصح كده. عابر سبيل شايل تحت باطه رشاش يا غريب. رش دي عصاية. والله فيك الخير يا غريب. لا صاحب همة وشهامة بصحيح، لكن قول لي يا غريب. أمرك عم جابر. أنت هجرتنا ولا غصبا عني يا عم جابر؟ حمزاوي ودرغام راجله غصبوا علي. أيوه، إنك تبعد عننا. لا يعني مش بالظبط كده، يعني زي ما تقول يعني دبروا لي مطرح واني يعني على اي حال قلبي وعقلي وياك. واني يا ابني مش عايز منك غير قلبك وعقلك. يلا بينا. ايه استني استني. كتفك اهو. قول لي يا ابو الشواش،
انت متاكد ان درغام هو اللي كان مع غريب؟ جرايه يا عم جابر، اني نظري ست على ست، وبعد كده هو اني هتوه عند درغام؟ يعني متاكد؟ مستعد ليمين المصحف. طب تقدر تقول لي غريب كذب عليا وعليك ليه؟ عشان هو اللي عمل العمله يا عم جابر. اسم الله عليك عم جابر. لو حصل يعني تحقيقات ونيابه ومباحث وسين وجيم ومأمور، مش برضو واجب ان احنا نشهب باللي شفناه؟ اه يا هبل يا برياله، واحنا لينا مصلحه؟ اللهم سلط الظالمين على الظالمين. ولا انت صعبان عليك درغام؟ انا عايز اتاكد هو اتقتل ولا لا. هو سواد الليل ومع شمس بكره هتلاقي الحكايه على كل لسان. بس خلي بالك اني اعمي، يعني ما شفتش حاجه، واني كمان اعمي. بس لو عاوزني افتح هفتح يا عم جابر.